السلام عليكم، انا حنان طبيبه ديال ليكول 1337. اليوم بشراكه مع الجمعيه ديال تبرع بالدم ديال خبيبكه درنا حمله ديال تبرع بالدم، و الدراري جاو كيتبرعوا وكيعطيو في الدم ديالهم، وكاين اللي جاتهم صعيبه اي بورتون كملوا. سيتي تريز ايموسيونيل، وهادشي خلانا نحترموا اكثر الطلبه ديال 1337. شكرا بزاف. معكم حميد الهيتار، الكاتب العام ديال الجمعيه خريبة للتبرع بالدم. كما كتشاهدوا هنايا كتكون واحد الاقبال على التبرع بالدم. كنشكروا الناس المتبرعين اللي جاو هنايا من التلاميذ اللي كيقرون في هذه المدرسه 1337، وكنشكرهم بزاف على المبادره اللي كيبادروا معنا والتفاعل اللي كيتفاعلوا معنا. كما كتشاهد هنا اقبال حملات كنديروا بزاف وكنشكرهم بزاف، وكيكون اقبال على الدم الحمد لله، كيكون واحد المخزون وكيساهموا كيتبرعوا الناس في هذه الحمله ديال التبرع بالدم. ياسين أوبيهي، تلميذ من المدرسه ديال 1337. اليوم جينا نلبيو الطلب ديال هذا التبرع بالدم ونعطيو دمنا باش نعاونوا الناس وننقذوا الارواح. صراحه مبادره زوينه دارتها مدرسه ديال 1337. كان الاقبال بزاف من طرف ديال التلاميذ، وجاوا دراري لانهم اللي تبرعوا بالدم، وهذا واحد الواجب اللي كنظن انه اي واحد قادر انه يديرو خص يلبي هذا الطلب هذا. وشكرا مره اخرى للمدرسه ديال 1337.